الله يرضى عليك. لا تكبر معلقك جوا. اخي لا تقرقني، اذا بدك برجعها. شو صاير لك؟ كعت اخو يا كثير مخو، بدي لي حالك شوي ومشاني قصة الذنب والراس بلاها. صباح الخير. صباح الخيرات. بصراحة أنا لمتح ليش على فكرة الراس والذناب. وليش لحتى تلومه؟ فعلا العملية لراس؟ إذا كان في للعملية راس فهو أنا، لأنه أنا صاحب الفلوكة وأنا أقدم منك بالمينا. بعدين يا أخي إذا مو عاجبتكم العملية انسحبوا منها. شو ما فهمك عبدوش إنه تترك ندالتك بالبيت قبل ما تجي؟ لك بدي أفهم مين أنت؟ كيف تسمح لحالك تحكيني بهاللهجة؟ أنا مفيد المنتوف وبينادولي مفيد الوحش، بس هذا لقب الوحش مو كتير ظابط علي، لأني هادي وآدمي وحنين. بس مشكلتي إنه عنيد، واللي بدي إياه لازم يصير، وأنا بدي هالعملية. يعني هالعملية رح تصير معك أو بدونك، وإذا تلفظت بحرف واحد أو آتيت بحركة بتكون عم تجني على حالك. أنا دزينة مثل حكايتك ما بتكفيني فطور. سمعت يا عطنيش؟ أنا ما اسمي عطنيش، أنا حليش. أنا اسمي حليش على سن ورمح، وإذا ما بتعرفني اسأل عني بالمينا الكل بيقلو لك. لا أنت اسمك عطنيش لأنك ما فهمت الكلام من أول مرة. بعدين ليش لا أسأل عنك؟ أنا عرفتك منيح. أنت يا روح أمك جرو صغير من فصيلة الهوهو. يعني عواك ما بيخوف لا جوات المينا ولا برات المينا. لك أنت نفسك ما بتعرف مين أنت. ومين أنا برأيك؟ أنت يا عمو حرامي صغير، بتسرق بالليل شغلات تافهة وبتدور بالنهار على مين يصرف لك ياها، بتقضي عمرك كله عم تهز بدنبك وتتمسح بالرجلين. بالمشرمحي انت واحد سرسري عم تتقاوى فينا، عم تحاول تحطنا ببوس المرتين. اذا قتلنا بنروح على الحبس، واذا انقتلنا بتروح علينا. لك شو مفكر ولا؟ اذا عندك شقفة فلوكة مفكر حالك شغلي ونحن المامة؟ انا رح اثبت لك ولكل اخوات الشليت اللي مثلك انه نحن رجال. طول بالك مفيد، ليش مو قصده؟ لا قصده هذا الواطي. فكرنا انه صعليك ورح نضل هيك، مو عرفان انه 100 واحد من شاكلته مانا شايفينهم، وانه نحن رجال من هالجبال. سيدي حتى لو كنت ابو زيد الهلالي ما بيحق لك توسخ بالكلام لا معي ولا مع غيري. واذا كنت حرامي صغير يعني بتصير تبهدلنا؟ انا حليش ومعروف بكل المينا، اسال عني وشغلي ماشي ان كان فيك ولا بلا. فيك؟ لك شو بكل مثل الدوك؟ كل واحد عم يفشل شو على الثاني العمى؟ هلا بنروح على القهوة ونيك بتحكوا بصوت واطي غصب عنكم. نتفاهم، إذا عجبنا الشغل اشتغلنا، ما عجبنا كل واحد يروح بحال سبيله والسلام. أنا ما عندي مانع، وأنت ولا؟ أهلين أحمد. أهلين. طمني إن شاء الله في أخبار جديدة. شو يعني إذا ما كان في أخبار جديدة؟ ما لازم وصلك بطريق إذا كنت مارق من هالحارة؟ بس أنت صاير عم تمرق بهالحارة كتير، خير لا تكون عشان لك شي وحدة فيها. شو طابخة اليوم؟ عندي شوية ملوخية من مبارح. ملوخية من مبارح؟ الله يسامحي. شو رأيك أزمك على المطعم؟ على المطعم؟ هيك بهالهيئة؟ ليش شو بهالهيئة؟ علي الطربوش مثل الفلة بجنني. لا انت اكيد صاير لك شي اليوم وشي مانو بالعقل.
يا ميت اهلين وسهلين، شو بيمروا الحبايب؟ سادة انا وسط زيادة، وعندك واحد سادة واحد وسط واحد سكر زيادة. شو اعتمدنا ولا ما اعتمدنا؟ شو عندكم سلاح؟ انا عندي الشبرية، وانا عندي مسدس عيار 9 طخ، وانا عندي خيزراني، بس وقت التنفيذ بجوز استعير المسدس منك. اخي انا رايح هلا، الساعة 3 بنستقبل المغارة. هذا المطعم هادي ولقمته طيبة. ايه شو الموضوع الضروري اللي قلت لي انك ناوي تحكي معي فيه؟ لتكون الست الوالدة بدها تطالعني من الملحق. لا هذا الموضوع نلف وخلص. انا عازمك اليوم لانه عندي مناسبة خاصة. شو هالمناسبة؟ وعلى شو مستعجلة؟ بعد ما بناكل بنحكي. مفيد أنا راح أسبقك، وين بتشوفني فتت بتفوت، لا تلحقني إلا لما أتأكد إنه ما حدا شايفك. ها شفت الجماعة؟ الجماعة جاهزين يدفرون لنا قد ما بنجيب البضاعة. تمام. ايه عبدوش بدك تقول شيء؟ معناها اليوم الساعة 12. الحمد لله، اليوم مرتاحين من خلقته. مين قصدك؟ لك القمر. ليش شبه القمر؟ يا سيدي القمر ألد أعدائنا. القمر عدوك أنت وحدك. لأنك وطواط وبتحب العتم. شوف لا تكبر بالحكي، أنا ماني وطواط. طالما مالك وطواط لكان ليش بتكره القمر ولا؟ يا حبيبي يا مفيد، القمر لهدول العشاء بس مو للناس اللي بدهم السترة مثلنا. هي أنا مو عاشق وبحب القمر. وجماعة بانياس نسيانون. القمر ما بيناسب شغلنا بنوب. طز فيك وبالشغل أسيدي، طز فيك وبكل الخيالين اللي مثلك. لك عم نمزح. خلونا بالجدل وبلا الزعبرة هاي. ايه مظبوط، هلا وقت الجد. لا تعيدها ولا. اخي انا بشوف انه اليوم ما لازم نروح على القهوة المسا بنوب. بالعكس يا طنيش، اليوم بالذات لازم نروح، لازم نروح مثل امبارح واول امبارح، نشرب شاي ونلعب باصرة ويكون كل شيء طبيعي. فهمت؟ يلا حليش من خلقتي. ليش كلها؟ ما قلت لك عندي مناسبة خاصة. Thank you.
ايه احمد بيك، شو هالمناسبة الخاصة اللي عندك اليوم؟ اليوم عيد ميلادي. عن جد؟ كل عام وانت بخير. مدام اليوم عيد ميلادك، ليش ما عزمت بنت عمك يسرا؟ أنا ويسرا انفصلنا عن بعض. ليش؟ شو الحكاية؟ Bon appétit.